بحركة الكاميرا عندنا حركتين، أو بالبداية قسمها إلى جزئين، إما أن تكون الكاميرا ثابتة والموضوع اللي نصور هو اللي يتحرك كأنما ممثل أو سيارة يتحرك قدام الكاميرا والكاميرا ثابت حركته، أو الموضوع ثابت يعني أو الموضوع متحرك كاميرا ثابتة، أو الموضوع متحرك ثابت والكاميرا هي اللي تتحرك بناية أو شجرة أو أي موضوع. إحنا اللي يهمنا من الموضوع أنواع الحركات بالكاميرا أثناء التصوير. عندنا الحركة الأولى اللي نستخدمها الكاميرا اللي هي زوم ان وزوم اوت، هذه حركة. هاي موضوع او زوم اوت، بالحال انا اول اقرب الموضوع اللي اريد اصوره او ابعده بالزوم ان او الزوم اوت، هذه حركه. عندي الحركه الثانيه اللي الكاميرا بهذا المكان اثبت على الموضوع اللي اريد اصوره، اثبت البوكس بس ادخل زوم اوت للحجم اللي اريده، واتابع هذه حركة. طبعا كاميرا تلتزم الارضية امام الاستوديو. هاي الحركة نسميها بان ليفت وبان رايت، يعني حركة لليسار واليمين. هاي حركة شو اسمها؟ تراك. الحركة الثانية الكاميرا ثابتة. الكاميرا ثابتة ونحرك الكاميرا ثابتة بمكانها وحركة إلى اليسار. هاي الحركة هي اسمها بان ليفت أو بان رايت. عندي حركة اللي هي تشبه حركة الزوم. الزوم قربنا للموضوع كنا ما قربنا. عندي بالحركة الكاميرا وهي القاعدة مالتها أقربها للأمام، هاي سميناها دولي إن، وبالعكس دولي أوت. هذه دولي إن دولي أوت. صارت عند الحركة زوم إن زوم أوت، بان ليفت بان رايت، تراك ليفت تراك رايت، دورين. الحركة اللي نحتاجها بعد بالتصوير هي الكاميرا على الستاند وترتفع، مو هذا الستاند اللي بهايدروليك تصعد الكاميرا كلها للأعلى ونطلعها، يعني يصير بها من الستاندات مال الاستوديو ترفعها كلها الأعلى أو الأسفل. إذا رفعناها الأعلى سمينا حركة بيت أب أب، وإذا الأسفل بيت داون، يعني إحنا نقدر
نطبقها. نقدر نطبقها بال الاشتراك. تكون الكاميرا محمولة هاي. هسه هاي هذا وضع الكاميرا بهذا الوضع. البت داون داون. لاحظ. وبت بت بت داون بت اب. الكاميرا كلها تصعد. الكام الحركة اللي تعادل هذه تلت داون تلت داون تلت اب. شنو حركنا؟ حركنا مقدمة الكاميرا وهي ثابتة على الستاند. مقدمة الكاميرا إلى أعلى تلت داون. عندنا بالسوليوهات عندنا حركة بعد هي الحركة القوسية. نبدي هذا نبدي بهالشكل. على شكل قوس. هاي سميناها قوس. حركة قوسية. هذه الحركات اللي احنا نحتاج بها ودائما نطبقها. عملنا نار التصوير من داخل الاستوديو او حتى خارج الاستوديو. سواء كانت على الستاند او محمولة على الكتف. يعني ها نسميها نصور. منو اللي طبق؟ طبق لنا حركة. عندنا أولا حركة الكاميرا اللي أنا موجودة الخلف اللي هي الدوري إن. دوري إن. وأيضا دوري أوت. دوري إن دوري أوت. نعم. أيضا عندنا الحركة الجانبية اللي هي راك رايت. الحركة اليمين وأيضا راك ليفت. دولين دولين اوت. بعد حركة ثانية تراك ان عفوا تراك رايت وتراك ليفت. تراك ليفت رايت ليفت رايت وتراك. غير بالواجهة سيدة. الحركة اللي
نقدر نجمع أكثر من حركة قطة واحدة؟ إيه. شلون؟ أكثر حركة تصل أب وتصل داون أدمج وياها الجمعة شلون أب وتصل داون جمعة جمعة بعد اكو حركة ثانية مثلا بصورة عامة نقدر نجمع أكثر من حركة قطة واحدة يعني قبل ما نقطع بسرعة الحركة الكاميرا احنا نستخدمها بدل ما نقطع من كاميرا كاميرا خاصة بالدراما من يلقى شخص ماشي يجلس يدخل من الباب بدل ما اخذ لقطة اقطع ومن يلعب كرسي اخذ لقطة ثانية اتابعه فاهم؟ هذه لقطة واحدة تكون اريح للمشاهد وبعدين تعطيني الفترة الزمنية اللي استغرقها هذا الشخص المسيح يعني تعطيني الوقت طبيعي لكن إذا سويت كات بين كاميرا كاميرا ثانية ما أعرف إيش قد استغرق من الوقت إلى أن يوصل هذا الوقت واضح؟ بعد الكاميرا كده هي القاعدة مالتها تتبع الآلة وتخرج بصير بيت أب وبيت أب